ازيكم شباب؟ معكم حلقه جديده مع ايس تيوب جيمنج. النهارده هنلعب لعبه وربي حماس، لقيت في بطل في التعليقات كان كاتب لي العب اللعبه دي، فشكرا ليك. وطبعا يا شباب اللعبه دي للموبايل، وهنخش دلوقتي نلعبها، واسم اللعبه هي قدامكم يا شباب، وهحط الرابط بتاع اللعبه في الوصف بتاع الفيديو بحيث لو انت عايز تلعبها. وهنخش نلعب اونلاين مع العيال، لان بجد اللعبه عجبتني جدا وانصرت عجبكم جدا. طبعا متحمس للمقطع ده، عايزين بقى منك احلى لايك، وان شاء الله هنختار البارتي اللي هنلعب فيها او المكان اللي هنخش نلعب مع العيال. ايه البطابيط دي كلها؟ اوه شكل العيال دي جايبين سكنات وظابطين حالهم، شكلهم خبره يا معلم. لا عايزين بس نظبط اداء. ايوه نظبط نفسنا، احنا في الكاميرا. يلا ايوه انت صح، ايوه الحمد لله هتيجي فيا. اقعد في البوزيس. انا الولد الازرق ده شايفين يا شباب؟ اللي شايفني يخبط احلى لايك. اوه شايف بص بط ووز وبتاع وشغل عالي، الجو ساقع بقى وكله نازل يجلد يا معلم. كويس يلا احدف بقى دي. ايوه يلا لذيذ. هروح نجيب دي. اوه طيرت واحد، المفروض في واحد بيجري زي المجنون فرحان عمال يرقص. اوه هات. لا بس البطه السوسه كانت شايلاني والله. طب انا لسه فين الروح؟ لا الراجل طير. بس موتي بقى، ده انت متعبه يا شيخه. ايه ده؟ الحمد لله البطه ماشي شباب. يلا البطريك المفروض. بطريك ماشي على وزه يعني. تعالوا يا بنت استنى كده نشيلها. ايوه تعالوا يا بنت، ايوه تعالوا هات الصغير ده. هاخد ايوه هات ده اللي معاكم بلا. هاتوا. لا بس انا هاخد واحد وانزل بيه، بس انا اوريك انا اعمل فيه دلوقتي. انا بس هحتفل القنبله. ايوه احتفها بس كده. اوه القنبله دي سيئه بتلزق كده، يخرب تلزق على دماغ واحد بس هتنشنها ازاي؟ صعب. بص موتوني انا برضه. اوه التيم بتاعنا خلاص، احنا في انا فوق، انا في التيم، المفروض في التيم الازرق. انا في التيم الازرق، احنا متعادلين يا شباب. ف عايز بسرعه يلا بطل. اي واحد في قنبله ثانيه هنا. مين اللي كسب؟ التيم الاحمر ولا التيم الازرق؟ التيم الاحمر هو اللي كسب شباب، واحنا خسرنا. انا لسه بقول يوم مسهل نازل على عماله تمسح فيا، العيال ما بتتفهمش. الولد بيقول لك ايه مش مصدق. يلا كويس انا فين؟ معايا التيم بتاعي. اوعى يا عم الوز شيل الراجل ده. ايوه يلا انت لسه هتمشي، والراجل فرحان يا معلم. اي خدمه انا مش شايلك يا باشا، انت ايه يعني انت برنس. يلا نشيله. كويس شلناه شباب. ايوه هات بقى الدبه دي يلا نخلع بيها. ايوه لا استنى ايوه هات الدبه دي. تعالوا يا بنت يلا معانا في السلامه. حلو انتحرت بيها يلا. عمليه فدائيه يا شباب. كويس هات بقى الراجل ده، المفروض نشيله جوه كده. ايوه تعالى جوه هنا. استخبى عشان القناب. وربي حماس، خلي بالك بقى على نفسك. ها كويس. لا في واحد جاي يجلده. لا ولا ما تجلدش يا زميل. لا ضربه حرام يا راجل حرام. استنى كده. لا ايوه الحمد لله فجرته. اوه بس السوسه. لا حاول تجيبها يلا بطل. ايوه هاته بس هتحاول تشيل السوسه. لا ترت ليه يا بنت. بس انا ايوه حاول. لا استنى تنزل تاني بس. يلا انزلي. ايوه هات ايوه كويس. ايوه الحمد لله رميته خالص. يلا انزل مره ثانيه. العيال معايا اختفت ليه؟ عيال اجروا يا عيال هنخسر كده. يلا بسرعه. اوعى يا عم سيبني في حالي. اوعى يا عم وقعته. كويس يلا بسرعه. اوعى يا عم الدب. لا اوعى يا عم الدب. اجلد. ايوه اجلد. ايوه اجلد. احدف لهم قنبله يعني بلعهم قنبله يا معلم. واخلع انت بروزيس. خلاص ناس. بص السوسه بطريق السوسه خلع اهو شايفينه يا عيال. خلاص بس طار. وانا وقعت. اوه ده رمى الصندوق كمان. وربي هات بقى. تعالى يا صغير. هات الدبه دي. تعالى امشي بقى التوزه بت. يلا اوه اخدتني معاها الغداره. لا ايوه الصندوق وقع. كويس ننزل احنا بسرعه شباب. لا بقى سيبه بلاش غدر بقى يا عم. ايه ده يا عم ده كلكم ضدي؟ مفيش واحد فين العيال اللي كانت معايا خلعت؟ حرام عليك يا ظلمه. انا بقيت لوحدي انا غلبان. اوعى تعالى بالتوزه انت. لا مش عارف اتحكم صح. طرت. اوه يلا ايوه اجلد كده زمايلك يا معلم. خليك معايا في التيم. ايوه كده راجل محترم. اوعى يا عم سيبني في حالي. ايوه بس كده خليني افرح بقى. ايوه خلينا ناخد سكور. بترميني ليه يا غدار؟ يا عم انا بقول لك لوحدي يا عم. هم اللي كسبوا وش وربي الجماعه. شفتوا كانوا شايلني ازاي؟ ايه يا ابني؟ ايه يا حبيبي؟ بس انا كنت لوحدي في التيم. احسن وقت. طبعا يا شباب لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير لايك سبسكرايب واشترك معانا في القناه، وتكتب لنا تعليق بخصوص اللعبه اللي كلها حماس. والعيال بص عماله تضرب في بعضها. بص العجله. التيم احنا اللي كسبنا وانا عملت حاجه. يلا واشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد مع ايس تيوب جيمنج. وما تنساش بقى احلى لايك منك لو عايزني انزل مقطع تاني للجيم دي. يلا سلام.